ديال الوداد. كنتمنى لهم عيد ميلاد سعيد ومبروك للامه الوداديه لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. شكرا. اليوم وكنتمنى نفوزوا بهذا اللقب اللي ما فازوش به الوداد دابا 10 سنين ان شاء الله نقدروا نحققوا هذا اللقب ان شاء الله ومن لا فينال يحل الله ان شاء الله. شكرا. اللي كان خصنا نحقق هو لا فينال وكنوعدوا الجمهور بتحقيق هذا اللقب. بالنسبه لك يعني 8 ماي يعني يوم السبت القادم شنو كتقول للجمهور ديال الوداد؟ كنتمنى نحتفلوا معاهم بالذكرى هذه ديال الوداد وحنا كاملين وداديين وعاش الوداد. حاجه تنبغي نهنئ اللاعبين على المقابله اللي قدموا. شتي مقابله ما كانت سهله، كانت مقابله صعيبه، سيرتو اللاعبين كانوا كيلعبوا كل يومين. بون الحمد لله كنا بيان كونسونطري وحقنا الاهم. بالنسبه لكم يعني 8 ماي يوم السبت القادم شنو هي الرساله اللي كتوجهها لجماهير ديال الوداد؟ اول حاجه تنبغي نقول لجماهير الوداد عيد ميلاد سعيد، وان شاء الله كان احسن كادو نعطيو لهم هو هاد لا فيكتوار. اول حاجه جاتني كورونا فحال ايها الناس، مي الحمد لله طلعت نيجاتيف دابا راني بخير مزيان. وي اليوم ربحنا مباراه لي مهمه، ولكن حنا فريق اللي كبير، فريق نادي الوداد البيضاوي كنلعبوا على الالقاب، فحنا ان شاء الله غادي نحاول معاك ان شاء الله باش نزيدوا نطوروا في المستوى ديالنا ونتبعوا التعليمات ديال السي فوزي بن زرت ان شاء الله، ونفرحوا الجماهير ديالنا ان شاء الله بشي لقب ولا جوج ان شاء الله هذا الموسم. كنبغيو نشكروا الجمهور الودادي وعيد ميلاد سعيد لنا الجميع، وان شاء الله وكنبغي نشكرهم على المسانده ديالهم من بعد لا كريز اللي دزنا منها اللي عطاتنا واحد الدفعه. فكنتمنى ان شاء الله هذا الموسم هذا ان شاء الله نفرحوا كاملين، نفرحوا الامه الوداديه ان شاء الله.